ولكن اسمح لي أذهب للكاتب والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. كيف يمكننا أن نكون مؤهلين للاندماج وليس الدخول أو المعرفة، الاندماج داخل هذا النظام المالي العالمي الجديد سياسياً حتى وكفت، لأن إحنا لما هنندمج مش بنندمج لوحدنا، إحنا بنندمج ورانا خلفية عربية وخلفية أفريقية. طبعاً فورانا بعدين، احنا مش ناقصنا اي حاجه على كل المستويات، على المستوى السياسي وتاريخ طويل في قياده المنطقه وقياده القاره، وحتى المساهمه في تحرير المنطقه وتحرير القاره وتحرير حتى ما هو ابعد من القاره والمنطقه. وعلى المستوى الاقتصادي عندنا من الامكانيات والامكانيات البشريه والامكانيات الخاصه بالبنيه التحتيه، حتى في الاقتصاد الاخضر السابقين حضرتك لسه بتكلم على الكوميسا. ما احنا اذا يعني ما زي ما بيقولوا كده بالبلدي، اذا مش مقدمين السبت وعاملين الثلاثه ربط اللي احنا عملناهم، الربط البري القاهره كيب تاون 10200 كيلومتر، والربط الملاحي النهري الاسكندريه بحيره فيكتوريا 3400 كيلومتر، والربط الكهربائي اخيرا مع افريقيا اللي ممكن يتجاوز 3 جيجا مع دول القاره، مش بس كمان السدين جوليس وانجا، لا ده احنا عاملين بنية تحتية، احنا اللي بانيين وزارة المالية في الجزائر 80,000 متر 13 دور، احنا اللي بانيين عدد من المساكن الشعبية في الجزائر برضو، احنا اللي بانيين اكتر من كده في رواندا، احنا اللي بانيين وزارة الدفاع في كيجالي ومش بيدوها لأي حد هذه المؤسسات، احنا اللي عاملين خطوط او مشاركين في بناء سكك حديدية في المغرب، احنا اللي عاملين سد رادس في تونس، احنا اللي عاملين ما يعادل وزارة البيئة في اوغندا مع ابار وشغل يخص الري، احنا اللي عاملين مستشفيات في عدد من دول غرب القارة منهم انجولا، زي ما عاملين في اخيرا لما راح سيادة الرئيس في جيبوتي. فشغل في افريقيا اسطوري، يعني لولا كده، يعني لولا مؤهلين ما كناش نتكلم على ان احنا طيب مع التأهيل ده، القواعد الحاكمة في النظام المالي العالمي الجديد سياسيا أيضا، يعني ما يجب أن نبني عليه نحن وأشقائنا الأفارقة وأشقائنا العرب في حال وجود أمام العيان هذا النظام المالي العالمي الجديد؟ مش هيبدأ إلا بالتعامل بندية مع كل دول العالم واتخاذ قرار مستقل في التعامل مع التجمعات اللي بتحصل، بمعنى انه البريكس موجوده، احنا مصر الحمد لله مقدمه طلب للانضمام، موجوده كمراقب وبتحضر الاجتماعات هي ومنظمه شنغهاي، فمش مقصرين في هذا، عندنا القرار السياسي الحمد لله متاخد ومقدمين انه عندنا اصرار ان نبقى موجودين، عندنا الاراده يعني ان احنا نقدم بغض النظر عن اي ضغوط ممكن تبقى موجوده. اذا نجحت البريكس في تاسيس منظماتها الماليه ودخلت هذه المنظمه الماليه البنكيه للتنميه يعني في منافسة مع المنظمات التانية، تأكد أنه رايحين لنظام عادل، لأنه طالما في احتكار للنظام المالي من مؤسسات بعينها، كيف نكسر هذا الاحتكار سياسيا من خلال استقلالية وتمكين للسيادة؟ تمكين على طول نبقى جاهزين. أولا احنا خلاص بقينا عضو في البنك الحمد لله، صحيح مش بيبقى تلقائي العضو في البنك عضو في المنظمة، لكن يعني ده مؤشر ان احنا رايحين. لا. إذا قدرنا بدأنا خطوة، أن تأتي متأخرا حتى خير من ألا تأتي. وسيادة الدكتور محمد بتكلمه على الأسواق البديلة اللي يعني وراحت لها روسيا بعد قفل أوروبا عنها في الطاقة. لا. الصين والهند وهي نفسها بدأت تبعد عن طب ما هو ده بالصدفة، أن الصين والهند بيدعموا يعني هم الاثنين قاصدين أنه يتعاملوا مع روسيا ويخلقوا أسواق بديلة علشان يوصلوا للنظام العالمي الجديد برضه. فكل بص زي ما قلت لحضرتك في اول سؤال، عجله النظام السياسي العالمي الجديد دارت ولن يوقف احد، وبالتالي رايحين للنظام المالي العالمي الجديد اللي هو موضوع الحلقه، اكثر عدلا اكثر تضامنا. اكثر عدلا اكثر تضامنا في ازمه كبيره مثل كوفيد 19، الضمان لعدم تكرارها، وفي حال تكررت ازمه اخرى او ظهرت ازمه اخرى تاثيرها السياسي كيف سيكون؟ لان احنا شفنا مجهود مصر في مسألة اللقاحات واعتماد والجودة وإعادة تصنيع هنا في مصر لهذه اللقاحات وتصديرها للأشقاء العرب أو الأشقاء الأفارقة. طب هذه الأزمة اللي حلت على البشرية فجأة، شفت الظلم اللي كشفته والعار اللي كان في البشرية، كيف نضمن يعني عدم الظلم؟ هل يصح أن قارة بيسكنها 15% من سكان العالم يوصلها بالعافية 2% من لقاحات العالم؟
ويبقى في جهود يعني ضاغطة عشان توصل هذه والناس بتموت. انت بتتكلم على في حين دول اخرى صحية. دول اخرى كبيرة كانت لديها فائض من هذه اللقاحات وتتاجر في الموضوع. وتيجي للأزمة الخاصة بأوكرانيا نفس القصة. روسيا نفسها اللي دخل فيه الاتفاق الخاص بيه الحبوب تعلن ان كل الحبوب اللي خارجة مش اكتر من 5% اللي وصل للدول الفقيرة والدول وافريقيا. وعشان كده اعلنت بعد كده يعني عرضها بدعم الدول دي حتى ولو مجانا. طبعا هي بتلاعب الغرب. لكن الأزمة الثانية برضو أوكرانيا كانت كاشفة على ظلم النظام اللي احنا عايشين فيه. يعني واحدة خاصة بأهم حاجتين، واحدة خاصة بالصحة واحدة خاصة بالغذاء. هل ممكن نصل من خلال هذا النظام العالمي الجديد والتعددية في الأقطاب أن نجد قرار أفريقي موحد مثل القرار الروسي الموحد، القرار الأوروبي الموحد، القرار الأمريكي الموحد؟ احنا طبعا قارة عانت كثيرا، يعني دولة قارة عانت من حروب قبلية وعانت من بيئة صعبة جدا. يعني 32% من الأراضي الجافة في العالم كله موجودة في أفريقيا، 75% منهم تصحرت وخلاص، يعني مش راجعة تاني. وعندك مشكلة في التعليم، وعندك مشكلة في التشغيل اللي هي سبب الهجرة غير المشروعة، وعندك مشكلة طبعا لكل ده ما طالما موجود بيورد لك الإرهاب. فلأنك أنت ثرواتك منزوحة، عانيت من استعمار رهيب. كل دول أوروبا تقريبا كانت جاية موجودة هنا من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا، كله كان موجود. وحتى الآن هناك بعض الدول الأفريقية تم طباعة عملتها النقدية من خلال دول كانت مستعمرة لها. بكل أسف ابتدت الشعوب صحيح تتكلم دلوقتي عن حقوقها وابتدت تتكلم وتنتبه إلى ثرواتها، لكن ده عطل القارة كتير. فنسبة القدرة على إنجاز قرارات كبيرة، لأن برلماناتك برضو في القارة مش زي أوروبا. واللي حصل في اوروبا ما حصلش بقرار، يعني ما قالوش بكره نعمل وحده اوروبيه. ده جيب التراكم. هي كانت نصيحه شافيه وفيه من فخامه الرئيس، العمل ثم العمل ثم العمل. هناك في دولكم المتقدمه تعدون سياسيا ببعض الانجازات، بعض الوعود لمنتخبيكم، ولكن هنا وعدنا باننا سنثابر ونعمل ونجتهد حتى نصل لما وصلتوا ليه، او ربما نتخطاه ان شاء الله. بس الحمد لله انه ده كمان معمول حسابه، معموله خطه 2063. نتمنى قبلها يبقى عند افريقيا القدره على اتخاذ قرارات مصيريه زي مثلا الولايات المتحده الافريقيه او ما يشبه يعني السوق الاوروبيه المشتركه، ما عندنا سوق افريقيا مشتركه.